تقراها كل المتكلم في اللجنه دي اللي قام وحط البيانات خطا يتحاسب رسمي ويرفع على الطبيعه عيوننا مش حاسس تترفع الفلوس العين على الطبيعه تترفع الفلوس بلد صوت طبيعتنا حتى يعني معنويه واصل مسوح فاشل بلد صوت معنويه دفعونا 1500 جنيه ولا دفعونا 250 جنيه ضرائب ولا دفعونا بيتبع ده لما قالت الوقت الفلاح البسيط اللي جايبين عليها كل حاجة الوقت في الوقت مفيش مشاكل على الزرع والزرع كل صغار الزرع لما يخلص الزرع بيكون عليه الدين أكثر من الزرع وفي الوقت نفسه الصرف الفرنسي لما اتعمل خطأ استفيد منه ناس وناس ما استفادتش منه جايبين حاجات وجايبين اضعاف الاضعاف الزيادة على الفلاح ده بالفلاح هيسد عليه ولا عليه هم زاد اي دخل احنا مطالب شيل المبلغ ال 1200 جنيه من على الفلاح بتاع الصرف المغطي لانه مشروع فاشل وما تمش بالنظام اللي هو مطلوب ان يتحط طرفه غلطيه ويتحط النظام الصح. يعني 1500 جنيه كان ياما بيقولوا تاكل سلفتان 600 جنيه ورجعوا قالوا اشتري ففشل الارض زائد انه جايبين تحسين تربه على الفلاح من 100 جنيه الفدان ل 600 وصرف بيع في زوات المياه واشتري التحسين ده في مركز في قصر في شوايب اشتري التنظيم المحافظ اللي كان قبل ده شال فاحنا بنطالب بشيل المبالغ دي عن الفلاحين ال 1500 جنيه زائد التحسين ده اللي فسد الارض بوظها ومنطالب بعين ارض فانوس اللي باظت من البط ومن التحسين ومن الصرف الهباب اللي جابوه دي ده على الفلاح 1500 جنيه مش عارف الفلاح لقاها من صرف مغطي ولا من تحسين تربه ولا من كيماوي الفدان شكارتين ولا من ضرايب اللي هيقولوا بقى 250 من اول سبعه الفلاح اتعدم في فانوس بسبب المشروع الفاشل. احنا مشكلتنا بدات في فانوس من 2020 مشكلتنا بدات في فانوس من 2020 قامت هيئه الموارد المائيه والري في الاتفاق مع هيئه التعمير بعمل مشروع استصلاح 7000 فدان مشروع اقوامي عشان يدفعوا الميه لقوا الميه الصفراء وبداوا يجيبوا لنا ميه بالصرف بتاع الفيوم بالكامل الصرف الصح والزراعه والصناعه يحطوها لنا في روحه واحد عشان يصلحوا 7000 فدان بوظوا 20000 فدان ورفعوا الملحه فيها. لو 96000 احنا هنعالج لكم الامور دي وببلاش هنعمل لكم صرف مغطي نفذ الصرف المغطي خطا وفوجئنا في الايام دي انه بعد كتب لناس ما لهمش مساحات خالص قايلين عليهم مساحات مضاعفه. يعني انا عندي 8 فدان و20 فدان جايبين لي 15 فدان. الفدان ده قيمته 1000 ونص. منين الارض عجمت وما تلاقي الفدان تدور في الشرب بتاع البنك لما وصل الديون لسقف خالص وصل للسقف. نهائي اصبح مقبلنا ونسيت ما فيش كلنا محجوز عليه وكلنا مرفوع عليه ضد قضايا وبعدين نخش لسيد المحافظ ولا المسؤول يروحوا على البوابه اللي مش لازم حبيبتي نعمل عصابه ونخش